فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم غيبة الميت، وهل هي أشد من غيبة الحي؟ نعم، الميت يذكر بصالح عمله ولا يذكروا محاسن موتاكم، لا، لأن الحي يمكن يدافع عن نفسه، يمكن يأذن، لكن الميت ما يدافع عن نفسه ولا يأذن بهذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.